صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة أبل سهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الأصدقاء النشطين في شهر رمضان المعظم اللي هما صايمين ولا فاطرين؟ صايمين. وفما صديقتنا قالت لي راني فاطرة، ما يسالش نحنا، المهم انهم يصيموا حتى في الصباح فقط. معايا طفل جميل ومزيان وعاقل. عسلامة. عسلامة. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. ايش اسمك انت؟ هارون. اسمه هارون، محلال اسم هذا. هارون شنو انت؟ برويسي. هارون برويسي. هارون البرويسي. اسمك كيما هارون الرشيد، هذا كان ملك معروف هارون الرشيد. قديش عمرك يا هارون؟ 10. عمرك 10؟ هو عمره 10 هو؟ هاي قل لي هاي. 5. عمره 5. طلع لي شو غلط، هو عمره الحقيقي 5، اما هو غلط خاطر صايم هكا ولا ايه؟ ما فطرتش اليوم؟ فطرت. ما فطرش هذاك علاش هو صايم؟ شربت كان الماء فقط. وانتي تعاون ماما وبابا في الكوجينة ولا ايه؟ ما تعاونهمش. علاه ما تعاونهمش؟ تقعد تلعب بالتليفون؟ ماما تخلينيش. ماما ما تخليوش، صحيت خاطرك انتي عاقل برشا وعندك خواتك، انتي ما يعاونوش مع ماما في الكوجينة ولا انتي مغروم بالقراية؟ مغروم بالقراية. وشنو اخر مغروم بالرسم انتي؟ باش ما شنو الغرام نتاعك انت؟ نقرا باللوح. هو غرام ويقرا باللوح. وتعرف الحروف؟ شنو من الحروف اللي تعرفها؟ الباء والبو والبي. ها؟ والبي طاعت بألف المد والبي طاعت بألف المقصورة. ليه ليه بالقراية مش ليه بالكوجينة، ذاك علاش هو قال لي أنا مركز كان في قرايتي. وتعرف تقرأ قرآن؟ تعرف سورة الحمد لله؟ هاي اقرأ سورة الحمد لله. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم، يعطيك الصحة يا هارون الجميل المميز، وشكرا على المشاركة في برنامج الدكتور كيدز. ونقول لكم أصدقائي شاهية طيبة. شاهية طيبة. دكتور كيدز. دكتور